معانا زميلنا آسر حسين المحلل الرياضي. آسر، كلمنا عن عما يحدث في فرنسا، عن والقضية ليست فقط في رابطة الكرة في فرنسا أو رابطة الدوري في فرنسا، ولكنها في كل أوروبا. شفناها في ألمانيا مع الفريق الألماني في كأس العالم، شفناها في فرق كثيرة جدا. هل هذه الحملة وصلت لمستويات عليا بهذا الشكل؟ باكد لحضرتك طبعا يا استاذ اللي حضرتك بتقوليه، انه طبعا الحمله واللوبي الداعم للمثليه او للشواذ ايا كان التعبير المناسب، يعني خلينا في المثليه، انه طول الوقت بيبقى فيه عنده لازم رد فعل قويه، مع انه السائد او المعروف انه كل واحد حر يؤمن بقناعاته سواء الجنسيه او الفكريه او كده. وانا بصراحه مش مستغرب ابدا يا استاذ لميس الهجمه الاوروبيه او مساله تحويل جولات معينه بعينها في الدوريات الخمسه الكبرى بعد نجاح كاس العالم وفرض وجهه النظر العربيه، خلينا نقول يعني في قطر 22، ونجاح كاس العالم بمساله او بفرض او انه ده عاداتنا وتقاليدنا ولا تسمح بوجود للاعلام قوس قزح او ما ذلك او اي شيء يرمز الى المنتخب. هو طبقا قوي جدا. يعني آسر، يعني شيمه علاقتنا العقد، يعني ما بيننا احنا بيننا العقد وهم بيتعاملوا معانا كده. هل يعني ينفع ان هم يوقعوا عليه عقوبه وده مش موجود في العقد؟ يعني بالظبط يا استاذ رميس، الموضوع غريب جدا انه العقد بينص على مشاركات، على الامور التاديبيه في كل فريق في العالم، حتى في الدوري المصري وفي اي دوري في العالم في لائحه بتنص على الغياب عن التدريب، التغيب عن كذا، عدم سماع مثلا تعليمات المدير الفني الواضحه، كل شيء ليه عقاب سواء بغرامه ماليه او باستبعاد فني. لكن عمرنا ما شفنا انه يكون في اختيار لاعب بعينه انه ما يشاركش في رفض انه يرتدي انه الرقم يكون متلون بالوان المثليه، فبالتالي يتم فرض عقوبه عليه. والطرد مستطى الحقيقه انه يصدر بيانه ويوضح فيه وجهه نظره ويقول ان انا دي قناعاتي وافكاري وانا بحاول احمي عيلتي ودي افكاري انا وانا ممتثل لقرار النادي. الحقيقه كمان على الناحيه الثانيه تولوز، يعني يمكن زكريا بوخلال كان نفس واخد نفس الخط بتاع مصطفى ورفض المشاركه، وبالتالي الاثنين هيتم توقيع عليهم عقوبه. ليه؟ رفضهم مشاركه الارقام بالوان القوس قزح. زكريا بوخلال في تولوز. زكريا بوخلال في تولوز، واظن كمان فارس شايبي والبوسني سعيد هاموليتش والمالي موسى ديارنا، يعني في عدد من اللاعبين ايضا رفضوا. وفي نقطه مهمه كمان يا استاذه لميس حابب اوضحها من خلال حضرتك، انه كان في الفتره اللي فاتت في الصحافه الفرنسيه بيروج انه مصطفى جايز ما يتم تفعيل العقد او تنتهي فتره وجوده في نانت، ليه؟ عدم يعني انخراط اللاعب في غرفه خلع الملابس، وانه لاعب انطوائي، وانه كان بيصدر ده لجمهور نانت وللصحافه الفرنسيه. والحقيقه النهارده بنشوف ليه ان ممكن مصطفى ما يكونش مرتاح في الفريق رغم اسهاماته الممتازه في التنافس مع الفريق، رغم كمان انه مش بيشارك باستمرار. مصطفى اداؤه في الفريق، اظن مصطفى مهم في الفريق في نانت، اداؤه في الفريق طوال يعني اسابيع الدوري الماضيه كانت ايه؟ لا كان ممتاز جدا، لما بينزل بيسجل. مصطفى كمان الحقيقه احنا خلينا نتكلم على مهاجم منتخب مصر الاساسي استاذ لميس، يعني يمكن احنا عندنا شيء سلبي وهو ان اقوى فرق في مصر الثلاثه او الثلاثه اللي في الاول، يعني الاهلي والزمالك وبيراميدز مثلا، ما بيعتمدوش على مهاجم مصري. يعني لو استثنينا توهج كهربا الاخراني مع النادي الاهلي الفتره الاخيره، كمان كهربا مش مهاجم صريح، فبالتالي وجود مصطفى ومشاركاته الاساسيه كمنتخب مصر الاساسي وجود نانت مهم جدا للفريق، وكل ودايما اسهاماته كانت بتغير النتيجه، كان بينزل بيسجل تقليص الفرق او التعادل او حتى احيانا الفوز، فبالتالي هو يعني فتره وجوده في نانت كانت ناجحه جدا حتى الان. 48 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها 11 هدف وصنع 5 أهداف. طيب كلمني يا آسر عن عمر مرموش الراحل إلى فرانكفورت الألماني. كلمنا يعني مضى، وقع العقد رسميا لمدة 4 مواسم قادمة من نادي فولسبورغ. صفقة مهمة جدا، أنا سعيد إن ده حصل، وسعيد إن عمر مرموش في سن 24 يعني بيتم النظر اليه استاذ لميس في الدوري الالماني على موهبه جاري تحسينها افضل وافضل، انه يكون واحد من افضل لعيبه الجناح او لعيبه المهاجمين في الدوري الالماني. عمر كان عقده بيخلص مع وولفسبرج في الصيف الحالي، مضى عقد مع ايندريخت الى 2027. طبعا عمر معروف انه بيلعب على الجناح، لكن رغم ده السنه دي هو مسجل 5 اهداف في 31 مباراه،
عمر كمان لو الناس ما تعرفش يعني عمر طبعا مصري وبيمثل منتخب مصر وليه اسهامات ممتازه مع منتخب مصر، لعب 17 مره بقميص المنتخب وسجل اربع اهداف وهدف منهم كان حاسم في التصفيات، فبالتالي عمر كمان بيحمل الجنسيه الكنديه لكن هو بيمثل طبعا منتخبنا الوطني. كان في تصريح للمدير الرياضي ماركوس كروش انه قال انه عمر احنا شايفين مع وولفسبرج وقبلها في الانديه اللي لعب فيها في المانيا انه مشروع جناح ممتاز واحنا عايزين نشتغل عليه في البوندس ليجا لتطوير اللاعب اكثر واكثر يكون واحد من افضل المهاجمين عندنا في فرانكفورت. فرانكفورت خلينا نفكر الناس انه بطل الدوري الاوروبي السنه اللي فاتت في اوروبا ليج، وتم طبعا فسخ التعاقد مع اللاعب المدرب الحالي الانجاز ده اوليفر جلازنر في الثلاث الماضي. خرج السنه دي للاسف بيحتل المركز الثامن لكنه وصل لنهائي الكاس وهيلعب الكاس ده في بدايات شهر يونيو. نعم شكرا. هل عندنا معلومه الغرامه اللي هتوقع على مصطفى محمد قيمتها قد ايه؟ القيمه بعد الاستاذ رامي. شكرا اسر حسين زميلنا المحلل الرياضي، تحية لموقف مصطفى محمد، تحية لاحترامه لمثله وأخلاقه ودينه، تحية لانحيازه لما يقتنع به وانحيازه لعقيدته ولثقافته حتى لو دفع الثمن. في ثمن أحيانا لازم ندفعه عشان نقدر نحترم نفسنا ونبص لنفسنا في المراية ونحترم أخلاقنا ونحترم أخلاقياتنا وديننا كمان.